وقفتنا في هذا المساء مع آيات من سورة صاد، في قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. في هذه الآيات: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. هل أتاك يعني هل علمت؟ ده على سبيل التشويق للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده بيعاني من قريش، فتنزل عليه هذه الآيات تخفف عنه ما يعانيه. هل علمت خبر الذين تسوروا المحراب؟ المحراب كان لداود عليه السلام. سيدنا داود كان ملك من ملوك الدنيا، كان ملك ونبي، وكان له قصر مشيد، يعني الأسوار بتاعته عالية جدا. ورد في روايات بني إسرائيل إن الحرس بتاعة قصر داود عليه السلام يبلغ 40,000، يعني عنده قصر مشيد ومحصن. سيدنا داود كان ليه ساعات يختلي بها مع نفسه في المحراب. المحراب هو مكان العبادة، فكان يقفل على نفسه ويختلي بربه، يتفرغ للعبادة. صعب إن حد يوصل له. وبينما هو في هذا المقام إذ تصور عليه، يعني جيهم اتنين فجأة تجاوزوا كل الحرس وعدوا فوق السور ودخلوا المحراب، وداود عليه السلام يجد هذين الرجلين أمام عينيه. إزاي دخلوا؟ بعض الروايات يقول لك إن دولت بشر عادي، ناس عادية عرفوا يتصوروا، يعني يصعدوا فوق السور. وكثير أو معظم الروايات إن دول ملاكين، لأن داود عليه السلام كان يرى مكانة عالية لإبراهيم عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام، فتمنى إنه هو يكون لي نفس المكانة. فقيل له: هؤلاء قد اختبروا، ربنا اختبرهم وثبتوا في الاختبار ونجحوا. فتمنى داود عليه السلام أن يختبر أيضا، فكان هذا هو اختباره. أرسل الله له ملكين تصوروا المحراب ودخلوا عليه، فلما رآهم فزع، خاف منهم. وده يعرفك ان الخوف مسألة فطرية حتى عند الأنبياء والصالحين. إذ دخلوا عليه ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ما تخافش مننا، احنا جايين في خصومة، انا واخويا دوت مختلفين مع بعض، عايزينك تحكم بيننا بالحق، يعني ما تجيش على واحد ضد التاني. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني ما يكونش ايه فيه جور من واحد على الاخر. قال لهم: ايه قضيتكم؟ واحد بدأ يتكلم يقول ايه من الاتنين، قال: ان هذا اخي له 99 نعجة. خلي بالكم متخصمين، بس شوف اول الكلام قال ايه، ان هذا اخي، ما قالش خصمي. يعني الخصومة ما بيننا أو الخلاف ما بيننا ما بيضيعش الأخوة. برضو أخوك اللي أنت مختلف معاه ده له حق عليك. شوف أدب الخصومة، ما قالش إن هذا خصمي، قال إن هذا أخي. أخوة في إيه؟ في الدين، في الإسلام. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة
فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. الحقيقة بني إسرائيل كانوا بيفتروا على أنبيائهم، ولذلك كانوا ينسبوا إلى الأنبياء ما ليس فيهم ولا يليق بهم، ولذلك نسبوا إلى داود عليه السلام تفسير ليس له أصل. قال لك أصل داود عليه السلام كان متجوز 99 امرأة، وكان عنده أمير متزوج امرأة واحدة كانت شديدة الجمال، لما رآها داود عليه السلام استحسنها، أراد إن هو يتجوزها، فأرسل هذا الأمير في قتال لكي يقتل ثم يتزوج هو امرأته. طبعا لا يليق بالأنبياء، يعني ده مش سلوك راجل عادي أو رجل صالح، فضلا عن أن يكون نبي، لكن بنو إسرائيل من عادتهم أنهم يسيئوا إلى الأنبياء، بل كانوا يسيئوا إلى رب الأنبياء. ده اتهموا ربنا سبحانه وتعالى، قالوا يد الله مغلولة. وهذه الرواية لا يصح نسبتها إلى نبي، لكن هي قضية عادية، اختبار يختبر فيه داود عليه السلام. قال إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني عنده 99 شاة خروف، وأنا عندي خروف واحد بس، فطلب مني الخروف وعايز يضمه للخرفان بتاعته. قال وعزني في الخطاب، يعني أصر ومصر إن يأخذ هذا. هنا داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا بقى هو الاختبار، هو هنا زل داود في الحكم، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. أول ما أصدر داود عليه السلام الحكم، الملائكة ارتفعت من أمامه للسماء، عرف أنه هو أخطأ، هو تسرع. فين خطأ داود عليه السلام؟ هنا خطأ في إيه؟ وده اللي بيعلمه لنا القرآن، هو سمع من طرف ما سمعش الطرف الثاني، ده مش مقتضى الحكم ولا مقتضى القضاء. أنت لما تحكم في قضية لازم تسمع الطرفين. خلي بالك احنا كلنا واقعين في الخطأ ده الا من رحم ربي. تلاقي مثلا خلاف، ودي من ضمن اسباب الطلاق، تلاقي خلاف ما بين زوج وزوجته، الخلاف ينفع يحتوى ونستوعبه، لكن تلاقي الزوجة راحت تشتكي لاهلها والزوج برضو بيشتكي لاهله، كل اهل الزوجة متضامنين مع مين؟ مع الزوج. سمعوا منها صعبت عليهم واتهموا الراجل ان هو مفتري وغدار وما يتعشى معاه. الزوج راح لأهله بيعمل ايه؟ برضو اهل الزوج يتعاطفوا مع الزوج ويلقون بالتهم على الزوجة، يوم يحصل ايه؟ الطلاق. لأهل الزوجة سمعوا الزوج، ولأهل الزوج سمعوا الزوجة، وده مقتضى القضاء ان هو يحكم ايه؟ لما يسمع من الطرفين. واحد جالك بيشتكي ان واحد كسر دراعه، ما تستعجلش، يمكن لما يجي الطرف الثاني تلاقيه مكسور دراعه ومعاه رجله كمان. وهنا أيقن داود عليه السلام أن هذا كان اختبارا من الله تبارك وتعالى. لكن حتى لو زل، أول حاجة عملها إيه؟ قال فخر راكعا وأناب، يعني حتى لو في زلة أجري بسرعة وأتوب وأعود إلى الله تبارك وتعالى. فغفر الله عز وجل لداود عليه السلام، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يعني داود عليه السلام غفر له هذا الذنب اليسير، والله عز وجل أعد له درجات عالية في الجنة. برضو نتعلم من القصة إن إحنا برضو لما نغلط نبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى في هذا القدر. كفاية، والسلام عليكم.